انا النهارده هعمل فقره توعيه ليكم الامهات. تحافظي على اولادك ازاي؟ تحميهم ازاي؟ ابنك تعلميه ازاي لو تعرض لموقف وهو صغير؟ خلي بالك انا بتكلم على السن الصغير، يعرف ازاي ان الشخص اللي قدامه ده مش حلو، الشخص اللي قدامي ده وحش وممكن يأذيني. اعرفه ازاي ان انا الشخص ده ممنوع يمسك مناطق معينه في جسمي، او ممنوع حد يقرب من جسمي، او في هاله خصوصيه حواليا ما حدش يجي جنبها. الطفل الصغير ده انا لازم اعلمه كده من هو صغير. طب لو اتحط في موقف زي ده يتصرف ازاي؟ يصرخ، يجري، يطلب مساعده، يعمل ايه ولا يستسلم؟ الاطفال عاده لما بيتعرضوا لحاله اغتصاب او حاله تحرش بيجي لهم بعد كده احساس بالذنب، لانه بيحس ان هو جزء من اللي حصل او ان هو شارك فيه. هو مش فاهم ان هو ضحية. فانا ازاي قبل ما اوصل للمرحلة دي اخد احتياطاتي؟ اعمل ايه؟ لازم نوعي الاطفال، نفهمهم، لازم انا كأم اعرف حقوقي ايه لو ده حصل واتصرف ازاي. لازم اخلي بالي من الحضانات، لازم اخلي بالي من المدرسة، لازم اخلي بالي من الصحاب، من المدرسين، من كل الناس اللي حواليا، اخلي بالي على اولادي. نخلي بالنا.